السؤال يقول: أداة تستعمل في رسم الأشكال الهندسية ونحوها في عالم المخطوطات، تسمى البيكار، لو البيان، لو العدة. 30 ثانية بلشت، أخذ وقتك، فكر زين. البيكار يمك، ما أدري، عندك 20 ثانية. نثبت، ثبت على البيكار، ثبت على البيكار، نثبت على البيكار للأخ الكريم محمد في جامعة بيكار. ليش اختارت البيكار؟ باعتبار البيان هذا معنى يعني ما له ربط بالموضوع. زين، مصطلح بلاغي هذا. مصطلح بلاغي. زين، العدة هي مجموعة من الأدوات غير مخصوصة. فالبيكار عبارة عن أداة معينة في حد ذاتها. التفكير حلو، التحليل لطيف، الاستنتاج وتسقيط الاختيارات صحيحة، وهذا كله قادنا إلى إجابة صعبة، يقود التفكير الصحيح إلى إجابة خاطئة. إجابتك صحيحة، وصار 60 يا جامعة الذيقار، 60 نقطة. بارك الله بالجهود وموفقين إن شاء الله. طبعاً ما كانت عندي المعلومة سابقاً، بس الاستنتاج، من خلال الاستنتاج. حلو، وهذه همات واحدة من فوائد المسابقة، أنه تضيف معلومة إلى رصيد المتسابق نفسه. شكراً أخي محمد، بالتوفيق إن شاء الله.